قول لي باسم بقى، انت يعني مريت بالظروف ديت مع نادي الزمالك، ولا اللي انت شايفه دوت انت ما مريتش بيه مع نادي الزمالك بأمانة؟ لا مريت طبعا والله، اصعب من كده مهيب والحمد لله قدرنا اصعب من نرجع كده تاني. فين؟ اصعب من كده فين؟ اصعب من كده فين؟ في الزمالك في اصعب من كده؟ طبعا، وفي نهايه الموسم بنقدر ناخد، نقدر نفس على بطوله الكاس ونرجع تاني ونادي بشكل كويس، فعادي يعني، مش نهايه الدنيا مهيب يعني، فان شاء الله يقدروا يرجعوا تاني يعني. الموسم لسه فيه بتاع 3 4 بطولات يعني، الزمالك يقدر ينافس عليهم يعني، ولسه بطوله الدوري لسه برضه يعني. طيب ده طبعا انا النادي الاهلي عامل موسم كويس وماشي بشكل كويس، فاتمنى برضه الزمالك ان شاء الله عامل موسم كويس باذن الله. طيب يعني انا اقول كابتن باسم مرسي يحمل بشرى لجماهير نادي الزمالك، تقول لهم ايه الكلام بقى اللي انت قلته؟ اقول لهم ساندوا فريقكم للاخر، خلوكم في ظهرهم، حتى لو هم يعني اللعبه مش قصدها تاثر، اللعبه محترمه، النادي مجلس اداره محترم ما بيأثرش مع الفرقه، فجمهور الزمالك طبعا جمهور عظيم، وجمهور طبعا بيستحمل الصعوبات كلها ودايما بيدعم النادي وبيدعم اللعيبه، فان شاء الله الزمالك يرجع في اقرب وقت ويقدر ان شاء الله ياخد بطولات السنه دي باذن الله. متابع النادي الاهلي؟ ايه؟ متابع النادي الاهلي؟ والله بشوف بعض الماتشات والله في الدوري كلها، من النادي الاهلي والاسماعيلي والزمالك طب وكل الحمد الفرق لله بقيت متابع، الحمد لله. لا لا، بشوف بعض الماتشات كلها والله. مين اللي يقدر يوقف النادي الاهلي يا كابتن باسم؟ معلش انا بتكلم معاك بقى كده، انت عارف احنا اصحاب واصدقاء. والله النادي الاهلي فعلا عامل موسم كويس وموسم محترم، عنده لعيبه برضه مميزه جدا، وعنده برضه مركز اداره مستقر، فعامل موسم كويس، ف يعني برضه النادي الاهلي معاه توفيق كبير بصراحه، ومعاه مدير فني محترم. يعني النادي الاهلي معاه توفيق ونادي الزمالك معاه سوء توفيق. لا طبعا النادي الاهلي نادي عامل موسم كويس عشان نبقى متصفين يعني، ومعاه مدير فني محترم. تمام. عاملين موسم كويس وبيلعبوا ماتشات كويسه جدا بصراحه. ان شاء الله. ما نقدرش نقول كده يعني. طبعا. بتفكر لسه في منتخب مصر، واحنا عندنا ازمه في راس حربه منتخبنا الوطني، بتفكر في الكلام ده؟ والله مهيب، انا يعني اكيد بفكر طبعا ان انا ارجع منتخب مصر تاني، انا لسه عندي 27 سنه، اقدر طبعا العب منتخب مصر تاني، بس عليا اجتهد واتعب وانت برضو محتاج جون ولا اتنين، هتلاقي الدنيا فرقت معاك كتير قوي 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 قوي. طبعا طبعا والله.